علاكين وبيقروا وبيحكوا يعني هالحكي. وانتو بلا من أودية يعني صلكن 10 أيام متجوزين، انت لزقان 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 يعني على خدني جيتك ودلال وتشتشي. خلاص خلاص بقى، هلأ لازم ترجعوا للحياة العادية وخلص. معك حق مرت عمي، بس أنا بصراحة ما كان هين علي اترك سعاد لحالة بالبيت. بس هلأ بما أنك جيتي وشرفتينا وأنستينا رح أفتح الدكانة وتسبب. الله يرضى عليك يا رب. ايه مالي ابن عمي، اسمع كلمة حماتك. لك انت وحماتي على عيني وراسي. يبعث لك الهنا. لك يلا 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 بقى. يلا بالاذن منكم. الله يرزقك يا الله رب. السلام عليكم. الله يكون معك يا رب. الله يكون معك. السلام. امي قايمة اجيب لك المحلة من المطبخ مشان تاكليه مع القهوة. تقبري قلبي، سلم ايديك. يلا. الله يرضى عليك يا رضا قلبي وربي يا رب. الله يفرحك طول عمرك وحياتك، تقبري قلبي إن شاء الله. شو قال الحكيم صهري؟ والله ما لي عرفان شو بدي لك يا مرت عمي. حاسس الدنيا مقلوبة فوقاني تحتاني فوق راسي. وضعها ما بيطمن. حرارتها عم تطلع وما عم تنزل. ولازم ناخذها على الخستخانة. ولي على قامتي عليك يا سعاد، ولي على قامتي عليك يا حبيبتي. ما تنت بشبابها، يبعت لي حم عليها، يبعت لي حم عليها. صلي على النبي مرت عمي، صلي على النبي. يبعت لي حمها. ملافي السعد، سعاد رح ترجع، رح ترجع قوية ورح ترجع أحسن من قبل. افتحي تمك على الخير يا ربي. دخيلك لا تضيمني فيها يا رب، يا ربي دخيلك لا تضيمني فيها يا رب. حل شو؟ قالوا لي في دواء غالي كثير باسطنبول، انا رايح اجيبه وارجع. لك وين بدك تروح على اسطنبول؟ كمان عم بتقول الدواء حقه غالي، منين بدك تجيب حقه؟ حياة عيونك، لو بيع كل شيء عندي ما بيغلى عليك. المهم ترجعي مثل ما كنتي، ترجعي لي وردة حياتي. يا علي يا عليك يا علي يا عليك. رعمك ريت المجال ما يجي عليك. جبته ابن عمي، جبته. هذا هو الدواء اللي قال عنه الحكيم. بس لازم ننتبه كثير منيح نحن عم نعطيها اياه. لازم نعطيها نقطة الصبح ونقطة بالليل، لأنه الحكيم أكد لي إذا ما أعطيناه الدواء مثل ما لازم ينعطى ما بيعود بيعطي أي مفعول. مشان هيك أنا لازم ضل جنبها وأعطيها الدواء. يا ربي الحمد لله، يا ربي الحمد لله، كتر خيرك يا صهري. الحمد لله يا رب الشفاء، بإذن الله رح تطيب، بإذن الله رح تطيب، بكرة بتشوف. يا رب يا رب، رب دخيلك يا رب، رب دخيلك. تشوف. لا ترجعني فيها يا رب. آمين يا رب. طول عمرك صهري. والله يا مرت عمي، لولا حاجتي للمصاري مشان اكفي علاجها لسعاد ما كنت زحزحت من جنبها. بس التجار قالوا لي انه فيها رزق محرزه. وشو اللي جابرك على المر؟ قال لي امر منه. وكل الله يا صهري. شباك شباك، لا تلوعي لقلبي هيك. الله يخليك، لا تكبر الموضوع. والله ما راح اتركها، راح اكون معها دقيقه بدقيقه، والدواء كله بمواعيده. ولو بوزيد كم مواعيد، لأنه الحكيم قال لي إذا بتفرق مرة واحدة ما عم بنعود بستفيد شيء. وأنا بالي مشغول عليها. طول بالك طول بالك، بوكل الله كل شيء رح يكون بخير إن شاء الله، كل شيء رح يكون بخير. طول بالك طول بالك بنتي. ورحمة أبي، لو ما تكوني أمه وتخافي عليها أكثر مني لما تركتها. بس هون هون في نار لك، في نار لك يا حمادي، في نار عم تاكلني، مشغول بالي عليها كثير. لك انا ربيت يتيم وعشت طول عمري لحالي، وهي المخلوقه حسستني بدفى العيله. يا صهري الله يخليك، ما تحكي هيك، لا تفاول عليها. شبك حرام عليك، رح ترجع وتلاقيها بعافيتها واحسن من اول بكثير باذن الله. انت بس ارتاح يا رب. يا رب دخيلك يا رب.
يا رب. سعاد ماتت وأنا بعيد عنها، ما قدرت تضمها وامسك بإيدها وخفف عنا لحظات الموت. ما شافتني قبل ما تسلم روح على الباري، ما ودعتها. آخ يا سعاد، يا حريت قلبي عليك يا نور عيوني. صار مشان الله حاجتهم حالك، انت ما قصرت يا ابني، انت ما قصرت بشي، ما خليت شي ما عملته، والدواء جبت لي اياه، بس هيك ارادة رب العالمين. شو بك رب العالمين راد تطلع لعنده، حاج تحرق قلبي عليها زيادة. الله يخليك. ولك يا حماتي، انا كان بدي اياها تموت على كتفي، تحس انه انا جنبها. كانت عم تحقق لي احلامي، بانه اعمل بيت واولاد وامان واستقرار. كله راح معي يا مرت عمي، كله راح، ما بيلي الا الحزن والقهر. يعطيك العافية يا مرت عمي. بعدين تقبرني؟ في حرمة مقدرة كانت عم تسأل على بيتك وأنا جبتها لعندك. تفضل يا خالو الإذن. الله يكون معك. شو يا ابتي هاي؟ ما عرفتيني؟ أنا وردة. وردة اللي زليتيها وأهنتيها وفضحتيها وخليتيني أمشي بالشوارع مثل المجانين. نسيتيني؟ وكيف بدي أنساكي؟ وأنت الشوكة اللي انغرزت بقلبي طول هالعمر. أنت اللي ضليتي تضربيني على ظهري بالهاون مثل المجنونة لحتى خليتيني روح ابني. لك أنت اللي قتلتي جوزي قدام عيوني، بس لأنه كان جاي يخلصني من بين إيديكي يا مجرمي. كيف بدي أنساكي؟ الأسى ما بينتسى يا وردة خانم. صح، مزبوط، لأنه البادي أظلم يا ابتهال. انت خلصتيني جوزي وقدرتي تصيري درتي وساويتي مثل الخاتم باصبعتك، طبعا بمصاريكي وبمالك. والله وشو طلع لك من عمايلك الوسخه السودا معي؟ شو طلع لك غير انك قضيتي طول عمرك بالسجن وعفنت روحك من جوا وصرتي سودا مثل الفحمه، وليكك طلعتي ايد من ورا وايد من قدام ومقطوعه مثل روح هيك لحالة بالدنيا. ما حذرتي، أنا عندي بنتي يا ابتهال، بنتي اللي سرقتيها مني، بنتي اللي أخذتيها من حضني بعد ما ولدتها بالسجن. سجاني حكت لي كل شيء وقالت لي إنك دفعتي مصاري لحتى تاخديها. وين بنتي؟ بنتي وين؟ بنتك قتلتها. حطيت لها السم بالقهوة وقتلتها.
مشي السم بجسمه لحتى هد لها اياه. دخيلكم الحقوني بطني، بطني الحقوني، سكاكين عم تقطع بطني يا امي. دخيلك يا امي، دخيلك يا امي. ولما لقى لجوزة الدواء كان لازم لاقي طريقة بأي شكل إني أبعده عن البيت وما خلي يكون جنب سعاد، مشان ما خلي سعاد تشرب الدواء. إنه هالتاجر حابب يشارك صهري بتجرة كبيرة وتقيلة كتير كتير، بعد ما سمع عن نزاهته وشطارته بالسوق وحربقته. عم تفهم علي سعدو؟ إيه لك لك، فهمت عليكي، بس يعني بدك ما تواخذيني. أنا شو بدي يطلع لي من القصة؟ يا سعدو، إكراميتك موجودة، إلك إكرامية كبيرة وتقيلة على كيف كيفك، بس بدي إياك تخليه يسافر على حلب. لا تخافي، وحياتك لخلي راسه يفتي الفتل، لأكتب له مكتوب خلي راسه يسبق رجلي على حلب. لك الله يخلي لي إياك ويرضى عليك. من عيوني التنتين. دفنته بالتراب. بنتك اللي ربيتها على ايدي ودللتها وحبيتها وصارت اكثر من روحي، صارت قطع من روحي، هيك تجي انتي ومن غامض علمي وتاخديها من بين ايدي على طبق من فضه هيك؟ لا والله ما فشرتي اعطيك اياها، والله لأحرق قلبك مثل ما حرقتي قلبي لما أخذتي ضناي مني. وماني طالعة خسرانة يا وردة، لأنه ابتهال خانم ما بتخسر منوب. أنت اللي قتلتيها؟ أنا اللي بدي أعاقبك، أنا اللي بدي أخذ حق سعاد منك. والله والله واللي اسمه الله ما رح ينال يعيش، لا رح يرفلي جفن. لو وصلك بإيدي لحبل المشتقى